ترتفع حرارة التنافس الانتخابي منافسة حرارة الجو في صيف ولاية العصابة ومعها يرمي كل مترشح بكافة أوراقه الانتخابية كما حصل في مهرجان حزب الصواب المنظم في مدينة كيفا والذي دعا خلاله مرشحو الحزب على اللوائح الانتخابية سكان المدينة للتصويت لهم يوم الاقتراع عند المساء تنخفض حرارة الجو قليلا غير أن حرارة التنافس تزداد أكثر فأكثر، فالإختراع بات قريبا وبطاقة انتخابية واحدة قد تغير النتيجة، ما جعل مرشحي حزب الإنصاف خلال سهرة فنية بحي النزاهة يطالبون مناصريهم برص الصفوف وتكثيف عمليات التعبئة لكسب الرهان الانتخابي. في جهة أخرى من المدينة أقام حزب تواصل أمسية دعائية للتعريف بمضامين برنامجه الانتخابي وما يحويه من أهداف تنموية بمسعى منه لإقناع السكان باختيار لوائحه الانتخابية والتصويت لها الأمر ذاته عمل عليه حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني حاتم في أمسية انتخابية دعا فيها منسقياته لبذل جهود مضاعفة لشرح طريقة التصويت الصحيحة لقواعده الشعبية بدأ المترشحون باتخاذ خطوات متسارعة بغية حشد مناصريهم وتعبئتهم للتصويت للوائحهم يوم الاقتراع الذي بات قاب قوسين أو أدنى تالي الصادق قناة الموريتانيا مدينة كيفا